لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم من باريس سيد عبد الغني العيادي الخبير في الشؤون الأوروبية. سيد عبد الغني، في البداية ستحدث معك عن الموقف الفرنسي والذي بات يبدو وكأنه يعني غير رصين أو غير واضح بشكل كبير، يعني من ناحية تتحدث يوم أمس أنكلير أن فرنسا ليست طرف في النزاع مع موسكو بتلك الكلمات، هي وصفت موقف فرنسا من حرب أوكرانيا. من ناحية أخرى يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمداد كييف ربما بطائرات محاربة أو حربية. كيف تصف الموقف الفرنسي في هذا التوقيت؟ يعني من ناحية تتحدث فرنسا أو يتحدث المسؤولون الفرنسيون بنبرة حادة، ومن ثم في اليوم التالي تخبو هذه النبرة ويعني تكون أهدأ بكثير. صباح الخير لك سيدتي، صباح الخير أهلنا في مصر. الموقف الفرنسي موقف متذبذب لأسباب متعددة، منها أن الحالة الداخلية، الحالة الاجتماعية الداخلية حالة ساخنة جدا لا تسمح للجهاز التنفيذي ومنها للقيادة إلى الرئاسة الدولة أن تتخذ مواقف رصينة. كان على الرئيس الفرنسي أن يهتم بما سيحدث اليوم من إضرابات ومن تظاهرات ومن حراك اجتماعي حول قضية التقاعد أكثر من المزايدة كما يقول الموقف الألماني من تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. الموقف الرئاسي، موقف إيمانويل ماكرون، لا يتعدى كونه جواب على سؤال صحفي في لمعرفة موقفه الشخصي من تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. الأمر يتعلق بالأسلحة الثقيلة، بطائرات الميراج 2000، وبالنسبة لهولندا بأسلحة الإف 6 إلى غير ذلك. كان هو افتراض فقط، هو جواب افتراضي. أما الموقف الرسمي هو ما عبرت عنه عن أنكلير، يعني الموقف هو موقف الحكومة، أي أنهم لن يتعدوا تزويد أوكرانيا بما يجعل المقاومة، مقاومة التغلغل الروسي، يعني تكون منخفضة أو تكون أقل ضررا مما هي عليه. أما اللجوء إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة فهذا يعطي الحق للموقف الروسي الذي يقول أن أوروبا يعني تمشي بخطى مسرعة نحو انخراط أكثر وأكثر في هذه الحرب، وهذا موقف خطير بالنسبة لأوروبا عموما. طيب سيد عبد الغني، ينظر بعض المحللين أن واشنطن ربما تستنزف بالفعل مخازن أسلحة الناتو إلى جانب محاولتها توسيع الفجوة بين الغرب وروسيا، في رأيك إلى أي مدى قد يكون هذا صحيح؟ أمريكا تاريخيا تقود حروبا خارج أراضيها، مما يجعلها في مأمن، ويجعل أكثر ما تخسره هي السلاح والأموال. أما اليوم فهي تضرب عصفورين بحجرة واحدة، تستنزف روسيا في هذه الحرب، وتستنزف أيضا أوروبا التي في لحظة ما من قوتها ومن عظمتها السياسية ومن حلمها يعني وزنا ثقيلا سياسيا والخروج عن سلطة الناتو، تستنزفها سياسيا وتستنزفها ماديا ماليا وعسكريا. نعم هناك ربح كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخسارة كبيرة لأوروبا. أوروبا السياسية اليوم هذا الحلم الشعبي وهذا الحلم السياسي الذي راود الشعوب الأوروبية منذ 20 أو 30 سنة، منذ قيام الاتحاد الأوروبي، اليوم يبدو وكأنه كان حلما عابرا. وفي الواقع نستطيع أن نقول بأن أوروبا السياسية تموت يوما بعد يوم، وفي كل يوم تخطو فيه بخطوة أخرى أو خطوة متقدمة نحو الانخراط في هذه الحرب القذرة، فهي تعلن موتها، وإن ماتت سياسيا حتما ستموت على كل الأصعدة، وهذه هي الخسارة الكبيرة بالنسبة لأوروبا. قد تخسر الأموال، قد تخسر الأسلحة، لكن إن خسرت نفسها وذاتها كمنطقة جيوستراتيجية فقد خسرت كل شيء،
وربحت الولايات المتحدة القيادة مرة أخرى. الدكتور عبد الغني العيادي الخبير في الشؤون الأوروبية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر سكايب من باريس.